يا مساء الخير على حضراتكم واهلا وسهلا بكم. يوم جديد وحلقه جديده وسادسه، ساعه ورا ساعه ويوم ورا يوم مستنيين انطلاقه طبعا كاس العالم للانديه، وعندنا كلام كتير. والحقيقه يمكن ساره كانت بتتكلم على اجواء ما قبل المونديال. يعني مساء الخير يا ساره. طبعا مساء الخير عليك يا احمد، وشكرا على اللي انت عملته عشان كنت عارف ان انا عايزه اتكلم في حاجه. ميرسي جدا طبعا، ومساء الخير على حضراتكم. يعني حلقه جديده من برنامج السادسه، وزي ما عودناكم هيكون معانا كل اخبار البعثه ان شاء الله في المونديال او في كاس العالم للانديه. بس قبل ما نروح للاخبار دي ونكمل فرحتنا واحتفالاتنا بان احنا في كاس العالم للانديه، وطبعا هو مش كفايه، احنا بنتمنى باذن الله ان احنا نفوز باول مباراه قدام الدحيل، واللي هي مباراه مش سهله ابدا، ولكن النادي الاهلي قدها. كنت حاسه بس انه عايزه اقول انه قد ايه في ناس قاعده مركزه بس مع النادي الاهلي، وده احنا متعودين عليه، بس تركيز زياده عن اللزوم انه هو في ايه بقى؟ ما ايه كاس العالم للانديه دي بطوله يعني شرفيه، ده انتوا هتخسر. الناس دي لو مركزه في نفسها اكيد هيبقوا في حته تانيه خالص. فكره ان انت قاعد فاضي دي مشكلتك انت. انت قاعد فاضي؟ لا، احنا مشغولين، احنا عندنا حاجات الحقيقه مهمه، عندنا كاس عالم للانديه عشان نوصل له، احنا تعبنا قوي. انت عشان توصل لكاس العالم للانديه ده بتفوز بدوري محلي، بطوله صعبه بتقعد فتره فيها كده عشان تفوز طبعا زي ما حضراتكم عارفين، وبعدين تشارك في دوري ابطال افريقيا وتفوز بدوري ابطال افريقيا، يجي قفشه كده يبهرنا بالقضيه ممكن، وبعدين تقدر ان انت توصل لكاس العالم للانديه عشان تبقى ضمن افضل 6 انديه في العالم، تبقى انت وبايرن ميونخ في بطولة واحدة، تبقى انت وبايرن ميونخ بتتنافسوا مع بعض. انت طلعت من المستوى المحلي والافريقي وبنتكلم على مستوى عالمي. النادي الاهلي في حتة تانية خالص، انت دلوقتي بتنافس اكبر نادي في العالم وهو بايرن ميونخ على بطولة واحدة. كسبتها بقى ولا ما كسبتهاش ده موضوع تاني خالص. انت حتى لو خسرت كل حاجة لا قدر الله، انت من افضل 6 اندية في العالم. انت دلوقتي بتبقى مصنف، انت في بطولة برشلونة نفسه ما دخلهاش، وانديه تانية كبيره يا احمد. صح.